من خلال دائما وجود نقادنا الرياضيين الكبار اللي بيبقوا دايما موجودين معانا، الكل بيتابع والكل بيشوف، يمكن نلاقي حلول معاهم نقدر نصل بيها الى، وفي الاخر انت عايز تحل. انا كاعلام عايز احل، مش عايز اعقد الامور، انا عايز احل. فمثلا في هذا البرنامج ومن حوالي اسبوعين او اقل شويه اتكلمنا عن التحكيم، يوم الاثنين اللي فات من اسبوع اتكلمنا عن التحكيم، وقلنا لو سمحتم عايزين السنه القادمه تكون سنه مختلفه عن السنه اللي فاتت. خلاص السنه اللي فاتت مش هقول ان الاهلي اتغلب من بسبب التحكيم، ولا هقول ان الاهلي فيه كذا لا مش هتكلم في ده، خلاص ماشي. ولكن حضرتك احنا بنلعب مباراه امبارح والكره جايه لحسام حسن من رجل، هاتها سمير لو سمحت، الكره جايه لحسام حسن من رجل مدافع سموحه ودخل الجون، والحقيقه كان جون يبقى قوي جدا لان حسام عملها بمنتهى الروعه، بمنتهى الروعه. فده هل هفضل كده برضو؟ يعني انا محتاج اعرف، حسام لم يتدخل في الكره، لا هتالي واحده تانية معلش، حسام لم يتدخل في الكره من قريب او من بعيد، الكره خبطت في لاعب وقامت راجعه لحسام عمل ان هو هيشوط وبعدين حطها من فوق الجول. طب وبعدين؟ ربنا كرمنا وكسبنا امبارح، طيب لو لا قدر الله كان النادي الاهلي اتغلب كان ايه اللي هيحصل؟ انا الحقيقه ببقى قاعد قدام، وبعدين كرات سهله جدا 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 ما فيهاش لغط، يعني الكره دي ما فيهاش لغط. حسام حسن واقف، هو اوفسايد طبعا، هو حسام واقف اوفسايد طبعا، لو الكره جايه له من زميل له اوفسايد ما فيهاش مشكله، ولكن الكره جت في لعيب من سموحه وحسام واقف هنا، انا بلعب الكره هنا، جت في لعيب من سموحه وجت لحسام حطها جول. طب يعني ازاي اهو؟ ملوش دعوه حسام، الكره جت قدامه لقاها فجاه قدامه جابها جول. طب يا جماعه احنا هنفضل كده لغايه امتى؟ هنفضل نهاتي في الموضوع ده لغايه امتى؟ والله كل الناس على دماغنا من فوق، ولكن كل اللي احنا عايزينه هو حق النادي الاهلي، الكره اهي وامام حضرتك. يعني وعلى فكره انا طرحت هذا التساؤل وانا واقف مع حضراتكم هنا برضو، هل الحكام تابعين للرابطه ولا للاتحاد الكره؟ ومن المفترض ان لو الحكام، هو طبعا الحكام دلوقتي كله بيحاول يخلع ايده، يعني ايه؟ يعني الرابطه بتقول لك انا ماليش دعوه بالحكام بسبب موضوع الفار طبعا، لان الفار ده قصه كبيره جدا، فيقول لك الرابطه تقول لك ايه؟ انا ماليش دعوه بالحكام، انا ماليش دعوه بالحكام. اتحاد كره القدم هم تابعين، لجنه الحكام هي تابعه للاتحاد كره القدم، بشيلتها بالفار بتاعها بكل حاجه. طب مش لجنه الحكام دي هي اللي بتنجح الدوري او بتفشله؟ واي رابطه انديه في العالم، ما هو برضو ده من الحاجات اللي احنا قريناها حضرتك، اي رابطه انديه في العالم بتبقى لجنه الحكام معاه، لانها بتبقى لجنه محترفه بتاخد فلوس، بتاخد مقابل جيد جدا عشان لرئيس الحكام وللجنه اللي موجوده وللحكام نفسهم علشان يقدر يبقى محترف في موضوع التحكيم بس. لكن مره تانية الكلام ده قلناه من اسبوع قبل مباراه الجيش وقبل مباراه ام بي وقبل اي حاجه خالص، في مباراه ام بي امبارح هدف لم يحتسب، انا كسبت الحمد لله والشكر لله كرم من عند ربنا، ولكن لو لا قدر الله كان حصل حاجه تانية كان ممكن يحصل ايه؟ حتى المباراه التانية بلاش يا جماعه اتكلم عن الاهلي وام بي، الاهلي وام بي دول بلاش اتكلم عنهم. طيب مباراه سموحه وبيراميدز وضرب الجزاء احتسبت ضربة جزاء، يعني كارثة كارثة. أنا ما اتفرجتش على المباراة ولكن اتفرجت من كتر ما بشوف إن أنا، يعني ما اتفرجتش على مباراة سموحة وبيراميدز، ولكن من كتر ما الناس بتكلمني فاتفرجت على اللقطة، لا دي حاجة تضحك. ومن المفترض إن كابتن أمين عمر، أعتقد كان الحكم أمين عمر، كان هو واحد من أفضل الحكام في مصر. طب وبعدين؟ وبعدين؟ احنا عمالين نقول يا جماعه من فضلكم، يا جماعه عشان خاطرنا، يا جماعه احنا عايزين الحكام دول يفضلوا او يبقوا افضل حكام موجودين في العالم كله مش في مصر بس، ولكن بهذا الشكل. طيب لماذا لم يتم تطبيق تقنيه الفار؟ اتكلمت فيها برضو من زمان من زمان، اشمعنى الكاس ما فيهوش فار؟ ما هي الكاميرات موجوده وكل حاجه موجوده، هتكلفنا شويه زياده، ولكن انت محتاج تحقيق العداله، انت محتاج تحقيق. حتى في
الفار السنه اللي فاتت مع النادي الاهلي، الفار ظلم النادي الاهلي في حاجات كتيره جدا، او حكام الفار انا اسف ظلموا النادي الاهلي في حاجات كتيره جدا. طب وبعدين يا جماعه؟ كره جون ما تتحسبش جون؟ السنه اللي فاتت في مباراه طلائع الجيش هدف صحيح الكل اجمع عليه، حتى اللي كانوا قاعدين والصور اللي اتسربت والفيديوهات اللي اتسربت هدف لم يحتسب، نقطتين ضاعوا، خلونا نبقى في حته تانية في الدوري. تمام خلاص الدوري عدى وماشي والحمد يعني الحمد لله الامور عدت وخلاص الاهلي خسر هذا الدوري. تمام ماشي. طب الامبي امبارح وبعدين كابتن عصام لسه بدري، كابتن عصام لسه بدري جدا جدا جدا، ده لسه كاس بقيه الكاس وكاس جديد. لو انا هتكلم على المفروض قدامنا بقيه الكاس ده في ثلاث مباريات ان شاء الله، كده كده في ثلاث مباريات او اربع مباريات، ف ثلاث مباريات او اربع مباريات وعندك الدوري كله والكاس الجديد والسوبر الجديد وكاس الرابطه اللي هتتلعب. طب هنعمل ايه في ظل هذا التحكيم؟ حكام